واعتقد ده بان في العرض. طب معانا تأنيس اخرى، الصديقة الفنانة الجميلة إلهام شاهين، اللي برضو ناقشت قضية المرأة في فيلمها الجميل الحاصل على يعني عدة جوائز، ضربت الرقم القياسي وهو يوم للستات. حضرت العرض لنشوى مصطفى وهي معانا دلوقتي. أهلا بيكي يا حبيبتي. أهلا بيك يا دكتور خالد، وأهلا بيك يا نشوى. أنا قاعدة مستمتعة بيكوا جدا جدا. ربنا يخليك. أنا عايز أعرف انطباعك يوم ما رحتي العرض. لا ثانية واحدة. بعد إذنك. إلهام، أنتِ مش تأنيس أبدا، أنتِ أرجل حد ممكن. يا حبيبتي يا نشوى. لا لا لا، ده بالبرهان. أنتِ جميلة وفنانة قوية جدا. اسمحي لي بس أقول لك الجملة. وأنا الحقيقة انطباعي نشوى، عارفة أنا طلعت على المسرح أنا ما قدرتش، والناس بتسقف لها في نهاية العرض. ايوه معانا، معاكي انا طلعت لها على خشبه المسرح. يعني ما استنيتش ان تخلص التحيه مع الجمهور، وخدتها في حضني وبقيت بعيط وبضحك مع بعض. يعني عملت فيا تاثير الحقيقه من اخطر ما يمكن ما حصليش ابدا، وتهزيت الهزه دي وانا بتفرج على عمل مسرحي. انا بحترم المسرح جدا وقيمه المسرح جدا، والممثل اللي يقدر يقف على مسرح والناس تتشد له وتنتبه له وتقعد الفتره دي في مونودراما، ممثل لوحده على مسرح ده لازم يبقى ممثل غول. يعني في فنانين كبار صحيح. جدا يترعبوا ان هم يقفوا على خشبه المسرح، وهم اسماء كبيره جدا وبسمع منهم واساتذه كبار، لكن يقول لك صعب ما اقدرش اقف واواجه الجمهور، ويمكن في مسرحيه عاديه كمان مش مونو دراما. فعشان نشوى تقف لوحدها على المسرح، الناس كلها مشدوده ليها كل فتره العرض، الناس بتضحك احيانا وبتسقف احيانا وبتبكي ودموعها بتنزل احيانا، وفي عمل مش بس هي بتمثله لكن هي كمان كاتباه. لا ده نشوى دي فنانه مثقفه لها فكر ولها مشاعر عاليه جدا جدا، فاهمه الحياه بشكل كويس قوي، فاهمه البلد والسياسه وحياتنا الاجتماعيه بشكل رائع وعظيم، يعني ملمه بثقافات عديده عشان تقدر تكتب نص بالشكل ده. صحيح. انا الحقيقه انبهرت بنشوى، يعني كان عندي مفاجاه. انا بحب نشوى قوي كممثله، لكن انا التليفون قطع تاني. معانا لسه الفنانه إلهام شاهين. حاول نحاول برضو نكلمها تاني. إلهام دي رجولة وجدعنة ومواقف وقوة. إلهام وقفت وقفة كبيرة جدا قدام تيار كبير جدا. وقفت راجل. صحيح. وكانت ثابتة. ثابتة وعنيدة وخدت حقها. لأنه حقها. صحيح. هي كانت عنيدة لأنها حقها. وربنا الحمد لله يعني أنصفها. يبقى تاء التأنيث ساعات بتبقى قويه قوي قوي قوي، او مش ساعات، لا ده غالبا، لا ده الرهان على تاء التأنيث دايما. صحيح صحيح، لانها اللي بيبقى حاسس قوي بهذا القهر في المجتمع، ان هو مخلي المرأة صف تاني او تالت ودائما مفعول به، لازم يحس قوي قوي لما ياخد السلطة الفنية او التوصيل الفني ده، لازم يوصله بهذه القوة. معلش احنا اسفين على التليفون. معانا الفنانة إلهام شاهين. انا هسألك سؤال. يعني إلهام شاهين اللي احنا شفناها مع الراحل نور الشريف كاليجولا على المسرح، اللي لا يمكن يمحى من ذاكرتنا هذه الوقفة المسرحية والأداء المسرحي العالي جدا وفي العديد من المسرحيات. لما شفتي نشوى اللي خلاكي تطلعي وتحضنيها، وايه المفتاح ده؟ احنا بناخد الحرفيه بقى منك، ايه المفتاح اللي سيطرت بيه على الجمهور؟ اولا نشوى كانت صادقه جدا وبسيطه في توصيل المعلومه، ما كانتش بتستخدم النبره اللي فيها استعلاء. يعني هي عايزه توصل مشاعر معينه، عايزه توصل معلومه معينه، عايزه تتكلم عن مشاعر المراه، وعايزه تكافح التطرف الديني، عايزه تقف ضد المتطرفين. صح. ولكن بدون شعارات،
بدون كلمات رنانة، فبقت تمس كل واحد موجود. كلنا هنقول الكلام ده ببساطة، يعني هي ببساطتها في بس طريقة الطرح كمان مهمة قوي ازاي توصلها للناس، لان في بعض المثقفين لما يجي يوصل عايز يوصل معلومة معينة تبقى مكلكعة شوية فيها يعني مرقدة. شكل فلسفي شوية يبقى متعب للجمهور، يعني يقول لك ده فوق مستوى الجمهور او عايز جمهور معين من الخاصة او من المثقفين. الميزة عند نشوى ان هي كاتبة المسرحية بلغة بسيطة توصل لكل الناس، وكاننا قاعدين في قاعدة كده في البيت مع بعض بنناقش الموضوع، بس هي بتناقشه لوحدها، هي بتتكلم وترد على نفسها، فكل واحد قاعد هو جواه بيرد عليها، يعني كل جملة بتقولها نشوى على المسرح أنا قاعدة كمتفرج جوايا بيرد عليها وجوايا بيقولها أيوه عندك حق، أيوه برافو عليكي، كلامك ده مظبوط صح، لا احنا مش هنرضى عن الوضع ده، لا الاوضاع دي غلط، يعني بتخلي المتفرج قاعد في حوار داخلي، في ناريشن شغال طول الوقت هو المتفرج، فهو ده الرائع ان هي عملت لينك بينها وبين المتفرج، لينك عظيم جدا وببساطه شديده اللي هو يوصل لكل الناس. يعني في اوقات وانا كانت دموعي بتنزل في بعض اوقات، لان انا يمكن عشان تجربتي الخاصه ان انا عندي ضد في بس صعوبه في الاتصال. المفتاح هو الصدق والبساطه كما قالت الفنانه الهام شاهين. الصدق والبساطه هم المفتاح. وبنشكر شكرا جزيلا الفنانه الهام شاهين على هذه المداخله. عايزه تقولي